نو توكس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم متابعي جنوتوكس. أثار أحد الإخوة على الفيسبوك أن برنامج ليبر أوفيس لا يعمل معه بشكل جيد على نظام الأندرويد. أنا أعمل بالبرنامج وأثبته على مختلف الأجهزة التي أمتلكتها، أجهزة الهاتف الذكي، وتعمل معي دون أي مشاكل. غالبا ما أثبتها من متجر اف درويد، لكن يمكنه أيضا تثبيتها من بلاي ستور الخاص بجوجل أو بأنظمة الأندرويد، لكن أنا أفضل تثبيتها من متجر اف درويد. أقوم بفتح البرنامج بشكل عادي وأبحث عن المكان أو المجلد الذي به ملفات المستندات التي أود العمل عليها. أنا موجودة لدي في داونلود، هذه مجموعة من الملفات النصية بصيغة ODT، وهو بالمناسبة يمكن أن يتعرف على ملفات المايكروسوفت أوفيس بشكل عادي. أدخل إلى هذا الملف، أقوم بقراءته بشكل عادي دون أي مشاكل، ويمكن الاطلاع على المستند بشكل عادي. لكن التعديل على الملف غير متاح بشكل افتراضي، لكن يمكن تفعيله من الإعدادات. نأتي إلى Settings، ثم نجد هذا الخيار غير مفعل على هذا الشكل، نقوم بتفعيله ثم نقوم بالعودة. الآن يمكن التعديل على الملف بشكل عادي دون أي مشاكل. مثلا هنا أكتب GNOTOX، ويمكن أن أقوم بالتعديل عليه من خلال الضغط على حرف A، وللرجوع إلى لوحة المفاتيح نضغط على لوحة المفاتيح بجانبها. أضغط على حرف A لتأتيني الإعدادات أو الخصائص في الأسفل. أقوم بتفخيم الخط بجعله مائل، أجعل الخط تحت النص. أقوم بتكبير، مثلا أجعله في 60 بهذا الشكل، تغيير الخط إن أردت ذلك بهذا الشكل، مجموعة من الخطوط المتاحة، أختار أي خط أشاء بهذا الشكل مثلا. للحفظ نأتي إلى الثلاث نقط العمودية ونجد سيف، نقوم بعمل سيف ثم نضغط على علامة صح ثم نعود. الآن إذا رجعنا إلى نفس الملف سنجد أن ما قمنا بكتابته قد تم حفظه دون أي مشاكل. البرنامج يعمل معي بشكل طبيعي وسلس. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.